السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي، مرحبا بكم في القناة. هانتم غتشوفوا في الفيديو لحظات القبض على رضا والشنوية. مشاو جابوه من المنزل ديالو. هانتم خليكم مع الفيديو غتشوفوا لحظات الاعتقال ديالو. كما كتعرفوا أن شوف تي في هم أصدقاء رضا والشنوية، وما كيخرجوش وكيحطوا أي خبر عليه، ولكن البارح متأكدين وحطوا هذا الخبر هذا اللي كيقولوا فيه. المنظمة المغربية للحريات وحقوق الإنسان تضع شكاية بولد شنوية، وتعتبر ما تم تداوله من فيديوهات وتسجيلات إن ثبت في حقه يؤسس لجرائم الاتجار بالبشر. ومور هاد ستوري هذا اللي حطوا شوف تي في، موراها مباشرة كيحطوا هذا الخبر هذا وكيقولوا ومشافيها ولد الشنوية رهن تدابير الحراسة النظرية على خلفية تبع تجربة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. البارح مورا الخبرة على الهواتف ديالو مشاو جابوه من دارو بالليل. بصراحة القضية غالية وكتكبر، لأنه القضية فيها تجارة بالبشر. وأيضا غتشوفوا واحد الفيديو اللي غنحطو مورا هذا اللي تحفة، يعني صيفطولو شي فيديوهات اخرين، تسجيلات اخرين من غير داك اللي سمعتو على التجارة بالبشر، يعني شنو كيقول. انتما تشوفوا الفيديو مورا هذا شنو غنحط لكم. الله يدير التاويل ديال الخير. وبصراحة الا كان بريء كنتمناو ليه البراءة. الا كان يعني هادشي بصح، راه الصوت ديالو يعني راه مشى فيها ديال بصح. انتما خليكم مع الفيديو لحظة الاعتقال ديالو. ايوا كما شفتوا اخوتي، القضيه كبرات ورضا والشنوية مشى فيها، لانه داكشي اللي تحط في السوشيال ميديا والصوت لا ماشي الصوت ديالي ولا اش نقول لكم، لا حول ولا قوه الا بالله. فعلا الواحد الا باغي يكذب ما يكذبش على الامن، لانه تبارك الله عليهم راه يجبدوك. الله يدير التاويل ديال الخير للجميع يا ربي. وشكرا لكم اخواتي على المشاهده، وكنتمنى لكم صباح مبروك ان شاء الله مليء بالسعاده، والله لا يخطي عليكم صحتكم. شكرا والسلام عليكم.